جزاكم الله خيرا. تقول: ما حكم تمشيط الشعر إلى الخلف ووضعه ظفيرة واحدة ووضعه في مشبك على الرقبة، علما بأنه لا يظهر عند ارتداء العباءة بالنسبة للمرأة؟ أفتونا بهذا. أولى بالمرأة أن ترسل شعرها إما لوائد من جوانب رأسها أو أن تجعله ضفائر، هذا هو الأليق والأحسن للمرأة. أما جمعه فوق رأسها هذا لا يجوز، لأنه يظهر له حجم، وربما يكون هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم في وصف النساء الكاسيات العاريات: رؤوسهن كمائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. والبخت هي نوع من الإبل، الواحد منها سنمان. فإذا جمعت شعرها وصار له حجم بجانب حجم الرأس فكأن لها، فإنه يشبه أسنمة البخت المائلة. وكذلك جمعه وإرساله من خلف الظهر إنما هذا في حق الميتة، أما الحية من النساء فكما ذكرنا سابقا أنها لا تجمع شعرها من الخلف، لأن بعض العلماء شدد في هذا وأنكره غاية الإنكار. نعم.